وهذا العيش المصري، وهذا العيش المصري. يا باشا بكم العيش المصري؟ بكم العيش المصري ابغي؟ بكم الخبز؟ 75. يعني القطعة ب 75؟ 75. اه القطعة ب 75. اه اوكي. السؤال عليك صغير على والكبير هون؟ 100؟ بجنيه ونص. اه بجنيه ونص. اه. هلا هذا بجنيه ونص يعني وهذا ب 75 قرش. 75 قرش. اه يعني 10 من هذا الخبز الكبير ب 10 جنيه. 10 خبزات يعني باقل من يورو. بنص يورو. يعني ب 40 سنت تقريبا. شوفوا اسعار الفواكه هلا. طبعا شوفوا اسعار الفواكه. شو بدك تاكل هلا؟ تغدى ولا تتعشى؟ والله انا ما عارف، يا غدا فطور عشاء كل حاجه. طيب معلش تعطينا بعد الاسعار؟ اعطيك بعد الاسعار. شو هاي المانجا قديش سعرها هاي؟ 40 جنيه. 40 جنيه القطعه واحده ولا الكيلو؟ لا الكيلو. الكيلو ب 40 جنيه. 40 جنيه يعني يورو ونص تقريبا. البرتقال هون 15 يعني 60 سنت على اليورو. الكستنا 80 جنيه الكيلو. الكيلو 80 جنيه مستورد. كيلو الكستنا ب 80 جنيه يعني ب 3 يورو تقريبا او 3 يورو و5 سنت يعني. التين 15 جنيه يعني نص يورو. التفاح نص يورو. التفاح ب 40 جنيه. ب 40 جنيه يعني لا التفاح غالي هيك يعني. التفاح ب 3 يعني بالمانيا ارخص. الكيلو ب 40 جنيه مو؟ اي غالي. بالمانيا ارخص. بالمانيا؟ ب 1 يورو يعني ب 25 جنيه. 25 ايه او نفس السعر يعني، مو كثير رخيص التفاح. شكرا يا باشا. شوفوا هاي بعد الاسعار يا جماعه. بلح، هذا البلح الكيلو 15 جنيه نص يورو او اكثر شويه 60 سنت. كمان هذا البلح ب 40 الاصفر يعني اكثر يورو ونص. العنب ب 25 جنيه الكيلو يعني ب 1 يورو بالضبط. وهذا التين هون ب 20 يعني باقل من يورو. هلا التين ارخص من المانيا. والمانجا هون كمان ب 1 يورو ب 25 جنيه بالضبط، اليورو ب 25 حاليا. هذا البلح طيب على فكره الاصفر ب 40 يورو ونص. الرمان 15 جنيه الكيلو. هلا الرمان بالذات بالمانيا غالي. هون 15 يعني ب 60 سنت يعني اكثر من نص يورو الكيلو. لا بالمانيا الرمان الوحده يعني بتاخذوها بيورو ونص او ب 2 يورو. بالمانيا الرمان بالذات غالي. نحن بمركز المدينة بالقاهرة. العيش المصري. تعمل يا عمار؟ كم اليوسفي يا باشا؟ اليوسفي في البلدي 15 وفي ده 20 ده عريش. اه اوكي. ده بتاع العريش سينا. اه اوكي شكرا. ده كبير. هلا اليوسفي باقل من 1 يورو 70 80 سنت. وهذا 15 جنيه. ده 20. هون 20. يعني ب 60 سنت او يعني 80 سنت الكيلو. الافوكادو
95. الأفوكادو غالي. يعني ب مستوى 4 يورو الكيلو. اليورو ب 4 يورو 25 يورو 25. ايه هذا البلح هون رخيص، هذا الكيلو ب 15 نص يورو يعني. والله لو بصير كنت اخذت معي كيلو بكيلو، بس يعني مسافة الطريق بيخرب يمكن، ما بعرف. هذا طيب، هذا ما في منه بكل ألمانيا.